في هذه المزرعة ولله الحمد بدينا تجربتنا من 4 سنوات للاستزراع السمكي، وناخذ الماء من الاستزراع السمكي ونغذي به الخضروات في المزرعة والنخيل أيضا. المزرعة فيها ولله الحمد حيوانات وفيها طيور وفيها خضروات، فهي تنتج إنتاج زراعي. من بدينا المرحلة هذه استخدام الماء ماء الأسماك، طلع عندنا أن قدرنا نزرع 3 مواسم في السنة، بالإضافة إلى الإنتاج الثمار 3 أضعاف الإنتاج العادي ولله الحمد. هذا من بعد هذه التجربة بدأ الناس تأخذ فكرة جيدة عن هذه النوعية من الزراعة والاستمرارية في هذه الزراعة ولله الحمد. طبقت في عدة مزارع، وحاليا الدولة بتطبقها على مستوى 400 مزرعة نفس النموذج هذا. طبعا نحن نستخدم الآن الماء العذب الخارج من مكاين التحلية، لكن الماء الويستج أردنا أن نستخدمه في على ملوحة عالية، فبالتعاون مع إكبا قدرنا أن نوصل إلى مراحل في زراعة الكينوا وزراعة السيسيليا وزراعة بعض المحاصيل الزراعية اللي تفيد المجتمع في المستقبل على الماء المالح ملوحة عالية. فعملنا التجربة هذه في المزرعة ولله الحمد، وهي تجربة رائدة نعتبرها. مع جهد الجماعة أيضا نستطيع أن نعمل نحن زراعة أسماك أو نوعيات مثل الروبيون أو الأسماك بالمياه المالحة، وهذه جهد إكبا أنهم ساعدونا في هذا الشيء في من خبرتهم من عطائهم الجيد معنا هذا، والله أعلم.